حكيم حقاني وعادل، يعني اقول لكم ظاهرة تورينا انه اغلبنا مش حقانين. انت بتجامل نفسك في حاجات، ونفس الحاجات اللي تبلعها لنفسك تلوم عليها الناس، تبقى مش حقاني. يعني لما تتأخر في ميعاد معاك عذرك، ولما حد يتأخر معاك تبقى متغاظ، تبقى مش حقاني، تبقى مش عادل. مش انت عذرت نفسك، اصل السكة كانت واقفة، اصلك كنت تعبان، طب يبقى تعذر كل الناس. خليك حقاني انك انت في حاجات ايه تفاصل فيها، ولما حد يجي يفاصل معاك تتغاظ. طب ما انت بتفاصل في الليمون، حتى بتفاصل، يجي واحد يفاصل معاك في حاجة بسيطة تتغاظ. طب ما انت يبقى، وممكن تتغاظ وتعملها زعلة. يعني انت مش اهوان، انا كلمتي واحدة يا راجل، كلمتك واحدة، ما قعدت تقول 10 جنيه وخمسة جنيه، يبقى اساسا سلوكك ما فيهوش عدل او ما فيهوش حق، لانك مش حقاني قوي. فاحيانا في امور عندنا ملتوية برضه عاوزة تتصلح. فلما يقول الحق والعدل والاستقامة، هي كلمات كلها تورينا لا، احنا مش مظبوطين قوي برضه، احنا في حاجات كتيرة معوجة لسه. فشطارة سفر الأمثال إنه يظبط الخط، يعدله، يبقى خط مستقيم، يبقى سلوك مستقيم، تبقى كلمة واحدة بجد، يبقى اللي تقبله على الناس تقبله على نفسك، واللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على حد، وتبقى صح دايما، صح دايما. مش عشان تتفاخر وتتباهى، لأن الروح القدس اللي فيك يخليك صح، لأن ربنا إله كل الصح، إله الحق، إله الاستقامة، وانت تبعه دلوقتي. اذا السفر بيقول لنا هنوصل لإيه بنعمة ربنا لو ذكرنا الكلام. طبعا ده كلام مشجع، كلنا فينا غلط عاوزين نصلحه. لتعطي الجهال ذكاء، احنا ابتدينا بقى بكلمة الجهال اللي ايه اساس المشكلة. يبقى لازم نعتبر نفسنا واحنا بندرس السفر ده بالذات، ان كلنا قاعدين لمؤاخذة زي التلامذة الخيبانيين اللي معترفين ان احنا جهال، عايزين نقعد القعدة دي معترفين بان احنا جهال. يحكى ان القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك ساب بلاد العز، وكان مركزه كبير، معلم اولاد الملوك يعني على درجة علمية عالية قوي، وجيت رهبا في الصحراء في مصر، وكان الرهبان كلهم فلاحين وبسط. فجاله زوار من اليونان من مكانه القديم، فطبعا تحصروا عليها، ايه العيشة اللي انت عايشها دي والقعدة اللي انت عايدها دي؟ قال لهم صدقوني، الالف ب الروحية اللي يعرفها اي فلاح في الدول انا لسه ما تعلمتهاش. الالف ب الروحانية اللي فاهمينها الحكمة دول انا لسه ما عرفتهاش. يبقى لما جه الدير اعتبر نفسه جاهل، واعتبر نفسه انه اي راهب ما يعرفش يقرا ويكتب احسن منه، فاهم ربنا اكتر منه، عارف طريق السماء افضل منه، فبقى يتعلم من الكل، فبقى قديس عظيم. انما احنا للاسف احيانا علمنا خبرتنا سننا بتدينا احساس مزيف ان احنا حكماء. لا، دي حكمة الدنيا، دي ما تسواش. حكمة الدنيا دي ساعات تضيع. قال عنها القديس يعقوب حكمة أرضية نفسانية، وأحيانا تبقى إيه شيطانية، فتبقى فهلوة، تبقى مكر، تبقى دهاء، تبقى خبث، وكل ده بيتقال عليه حكمة عند الناس. لا لا، الحكمة النازلة من فوق، يعني ببساطة تعمل الصح اللي يرضي ربنا. ربنا عاوزك تعمل إيه، هي دي الحكمة، مش الدنيا بتقول إيه والمعرفة والخبرة والكلام ده، ما ينفعش. لتعطي الجهال ذكاء، وهنا الذكاء مش مقصود بيه الذكاء الاي كيو يعني، لا لا، الذكاء يعني التصرف السليم في كل موقف، الحكم السليم على كل امر. فالذكاء هي كلمة مستخدمة بديلة لكلمة الحكمة، لكن محدش ياخدها بانه ذكاء يعني واحد هيحل مسائل رياضة معقدة يعني، لا لا، مش هو ده المهم. والشاب، لتعطي الشاب معرفة وتدبر، عشان كده قلنا الجزء الأولاني يميل أنه يكون إيه خاص بالشباب، والشباب ده يعني مش المراهق الصغير، لا، الشباب يعني كل الناس، لكن على الأقل لغاية 40 سنة بيتقال عليهم شباب يعني.
والشاب تعطيه معرفة وتدبرا. يعني الشاب يعرف يدبر حياته. احنا فعلا عندنا أزمة في الشباب دلوقتي، ان شباب كتير اختياراته غير حكيمة، بيتصرف تصرفات واضح انها عن جهل، ويبقى معاه شهادة من كلية كبيرة يعني، بس هو مش حكيم. ازاي يقع الواقعة دي؟ ازاي يمشي في السكة دي؟ ازاي اي حد يلعب في دماغه كده؟ تحس انه فين مخك يا ابني؟ ما هو ناقص حكمة. ما هو لا مؤاخذة ليكون ابوه وامه كمان ما علموهوش الحكمة الروحية، ما قروش معاه سفر الامثال، ما ذكروش معاه الاناجيل. اذا الغرض الثاني لتعطي الجهال ذكاء وتعطي الشاب معرفة وتدبرا. بصوا الآية الحلوة دي بقى، يسمعها الحكيم فيزداد حكمة. يعني ايه؟ في حد يقول لي انا قريت سفر الامثال، لا مؤاخذة تبقى مش حكيم، لانك لازم تقول ايه؟ قريته وهقراه وهفضل اقراه، لان كلما سمعها الحكيم يزداد حكمة. الموضوع ملوش اخر. انت تقدر تقول انا عرفت كل حاجة؟ لا طبعا، ولا فضيلة من اللي هتسمع عنهم انت جبت اخر، ملاش اخر، ولا تحفظ من اللي هيقوله تقدر تقول انك واخد بالك قوي، برضو هتلاقي نفسك بتفوت. اذا يسمعها الحكيم فيزداد حكمة. يعني مجرد القعدة اللي احنا قاعدينها دلوقتي دي فيها زيادة حكمة، لاننا قاعدين نسمع كلام الحكمة. طبعا احنا قلنا السمع يجيب فهم، والفهم يجيب ادراك، والادراك يجيب سلوك، والسلوك يجيب طبع او تعود. ده التسلسل، لكن بدايتها ايه؟ طب اسمع. يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا. لان العلم مش نظري. ايه الفرق بين العلم والتدبير؟ التدبير زي ما سموه التدبير المنزلي، بس التدبير يعني المانجمنت، يعني الاداره، يعني التصرف في امر، يعني التحكم في شيء، يعني هنا السلوك بقى. فيسمعها الحكيم يزداد علما، والفهيم يزداد تدبرا او تدبيرا. فتبقى عارف تدبر حياتك صح بالحكمه اللي خدتها، عارف تتعامل مع الناس في انهي حدود، لان هنا برضو هتلاقوا موضوع الحدود موجود. حدود مقصود بيها ايه؟ هل ينفع تصاحب اي حد، تقعد مع اي حد، تقول اي كلام، تصرف فلوسك في اي حاجه؟ دبر نفسك يا ابني، دبر نفسك، يعني اعرف كل حاجة تتعمل امتى وفين وازاي وليه وبكام، كل حاجة كده بالحكمة. يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا لفهم المثل. يعني ايه؟ ساعات يبقى ودنا امثال بس ما تدخلش دماغنا. وهنا هيكلمنا سليمان بقى، العصفورة بتقول درس، ده النملة بتقول دروس، ده الجراد بيقول درس. ده هيطلع لنا دروس من حاجات غريبة جدا. انت بتفهم لما بتشوف حاجة من دول؟ بتفهم المثل؟ حادثة زي بتاعت البطرسية، فهمت حاجة؟ خدت لنفسك حاجة ولا صعبوا عليك وخلاص؟ افهم، لان في امثال من الحياة، وفي امثال من الطبيعة، وفي امثال من الظروف. كل ده محتاج تستقبل المعنى وتفهم. واللغز، لأنه أحيانا يبقى فيه ألغاز، مثلا زي لغز مشهور، ليه ربنا يسيب الظالم ويسيب الظلم؟ ليه ربنا يجي عند ناس طيبين ويسمح لهم بألام، وناس مفتريين وحياتهم سهلة؟ دي ألغاز. ليه طفل يتعذب وراجل كبير مستني الموت مش طايل يموت؟ إيه الألغاز دي؟ في ألغاز كتيرة في الحياة. عارف مين اللي هيحل لك اللغز؟ السفر ده، مذاكرة. لما تفهم ربنا كويس تبقى فاهم معاني كتيرة قوي. لكن الحياة مليانة ألغاز. أقوال الحكماء وغوامضهم، حتى لما تسمع قول من أي شخص تقدر تفرز هو ده بيكلم من ربنا ولا من دماغه. ما في ناس تقول كلام شكله كويس، إنما مين قال إن كل كلام شكله كويس من ربنا؟ ما ياما كلام شكله كويس من الشيطان. ما ربنا يسوع حذرنا وقال هيجي أنبياء كذبة هيلبسوا إيه؟ زي الإيه؟ فاكرين؟ زي الحملان، هيبقوا عاملين زي الحمل. و
وهم من الداخل ذئاب خاطفة. طب احنا عاوزين نعرفهم، يقول من ثمارهم تعرفونهم. لو حكماء هتعرفوهم مش هترتاح، وهتفهم انه ده على طول شغل بطال، حتى لو الكلام شكله كويس. زي الشيطان اللي بيحاول يبقى حكيم وقال انت المسيح ابن الله عشان يخلي الناس تمشي وراه، قال له اخرج. كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لانه دول كذابين. مخافة الرب رأس المعرفة. الآية دي تعتبر عنوان السفر كله.